بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين قناة السوري الحر، نلتقي بكم اليوم في تل أبيض على الحدود السورية التركية، تل أبيض المحررة من عصابات الأسد وطبحان الشبيحة. اليوم أتواصل مع إحدى كتائب الجيش السوري الحر وهي كتيبة العاديات. نتعرف اليوم على بعض أفراد الكتيبة. عرفنا الأخ الكريم أول على القائد سرية الشهيد مصطفى الحاج علي في كتيبة العادية. شكرا الكريم. قائد ميداني أبو عمار. نعم الكريم. أخي بعلاء أو أخي أبو عمار، حدثنا عن كتيبة العاديات بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، كتيبة العاديات أسست في مدينة منبج على يد ثلة من طلاب العلم الشرعي، على رأسهم فضيلة الدكتور أحمد الطعان أحد مدرسي كلية الشريعة بجامعة دمشق. واعتمادنا في منهج هذه الكتيبة المنهج الوسطي، المنهج الإسلامي الوسطي، ليس لدينا لا تشدد ولا نبذ للآخرين، ولدينا قبول لأي كتيبة أو لأي رأي من آراء الكتائب الأخرى، أو سواء السياسيين في الخارج أو في الداخل. نعم، انتشار الكتيبة الفصائل والسرايا. الكتيبة حاليا لها 3 سرايا، سرية في منبج والقيادة هناك، وسرية في تل أبيض المحررة، طبعا شاركنا في تحرير تل أبيض وما يحيط بها من ريف الرقة، وكتيبة في مدينة حلب، واليوم لديهم اشتباكات مع في الليرمون. نعم. وهذه 3 في حلب وفي منبج وفي تل أبيض. نعم أخي. أخي أبو العلاء، حدثنا عن آخر الأوضاع الميدانية في تل أبيض. والله شاركت سريتنا في تحرير مدينة رأس العين. نعم. كانت مهمتنا الأساسية نسف حاجز تل حلب. نعم. كان حاجز قوي جدا جدا، اشتبكنا معه لمدة نصف يوم، والحمد لله الله فتح علينا وشلنا الحاجز. بعد ذلك أصبح التخطيط لطرد أو لاقتحام حاجز أصفر نجار. نعم. هو أكبر من حاجز، كان على شكل كتيبة كبيرة وكذلك مدفعية العالية، والحمد لله ظلينا محاصرين هذه الكتيبة لمدة 7 أيام حتى فتح الله علينا واستطعنا اقتحامها وتم النصر. بعد ذلك كتيبة العالية المدفعية هربت. نعم. واغتنموا المجاهدين 14 صندوق للمدفعية. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والآن رجعنا إلى تل أبيض لفترة راحة يوم يومين، إعادة تشكيل السرية. نعم. ولمعالجة بعض المصابين إن شاء الله، الله يشافيهم. آمين يا رب. وعندنا تخطيط إن شاء الله باتجاه التقدم باتجاه عين عيسى والقوانين. أخي، تعاون الجانب التركي معكم كونكم أنتم قريبون على الحدود، والمعبر مشترك، معبر تل أبيض الحدودي ويعني مجمع الحدود التركية، ما هو تعاون الجانب التركي معكم؟ الحقيقة أريد أن أتحدث عن تعاون الأهالي من الجانبين، الجانب التركي والجانب السوري. نعم. حيث أن تل أبيض يعني هي مدينة منقسمة إلى قسمين. نعم. قسم في تركيا وفي قسم، والقسم الآخر في سوريا. نعم. وهي مدينة يعني مفصولة قسمين. نعم. لا تفصلها إلا الحد وسكة القطار. نعم. الحقيقة في بداية دخول تل أبيض نزح معظم أهالي تل أبيض إلى الجانب التركي طبعا، وكانت مدفعية نظام الطاغية يقصفون حتى طالت البلدة التركية، وأصابت عدة إصابات وصلت إلى 7 شهداء من الجانب التركي. طبعا أثناء الاشتباكات في تل أبيض كانوا يكبرون لنا الجانب التركي على السواء، الأهالي السوريين والتركيين يكبرون وتزغرد النساء في أثناء الاشتباكات وعند التحرير. كان التعاون يعني بداية في تل أبيض لم يكن هناك أهالي. عند عودة الأهالي كان في تخوف بداية من الجيش الحر، ثم ما لبث أن أصبح الأهالي يعني نتيجة تقديم المساعدات، نتيجة إعادة تأهيل الأفران والأسواق ومساعدة الجيش الحر، طبعا كتيبة العاديات وغيرها من الكتائب المرابطة في تل أبيض، نتيجة هذا التعاون مع الأهالي
أصبحت اللحمة أكثر والتعاون أصبح على مستوى عالي جدا. نعم. يعني كان يعني أصبح التعاون بشكل رائع جدا. نعم. والآن الأهالي يعني يشجعون في أي عملية نقوم بها أو يقدمون لنا أي مساعدة نحتاجها، أيضا نحن نقدم ما يحتاجه الأهالي، وخاصة كثيرة العاديات يعني مقصودة من كثير من الأهالي، حيث لا ترد أي طلب، تساعد الأهالي بشكل ونقطة. يعني هدفنا الأساسي هو تقديم العون للأهالي وخاصة الضعفاء والفقراء والمحتاجين. أخي أبو البراء، احتياجاتكم، احتياجاتكم ماذا تعانون النقص؟ ما تواجه المشاكل في تل أبيض، علما أن تل أبيض هي النقطة الوحيدة المحررة من منطقة الرقة؟ والله نعاني، المشكلة الأولى والكبيرة نعاني نقص من السلاح. نعم. الكتيبة يعني ربما أقول لك أقل أكثر من نصفها غير مسلح. نعم. وبنفس الوقت الموارد المالية عندنا شحيحة وضعيفة جدا جدا، رغم أنه الشباب متبرعين ومتطوعين وخرجوا في سبيل الله، لكن الفترة طالت وعندهم عيال وعندهم أولاد. فنرجو من المجالس العسكرية إعادة النظر في مساعدة الكتائب المقاتلة، مساعدتنا على التسليح من الأخوة المتبرعين. عندنا مشكلات بالنسبة لأن يعني حاولنا الإصلاح بين الكتائب ونشر التيار الوسطي المتحاب، وحاولنا زيادة اللحمة مع القاعدة الشعبية، لأن القاعدة الشعبية أهم شيء عندنا يعني بعد رضا الله سبحانه وتعالى. وكذلك مشكلات الغذاء، يعني في الفترة الأخيرة كان الجانب التركي يساعدنا كثيرا، الفترة الأخيرة يعني كغذاء أصبح شحيح جدا جدا. وعلى الرغم من ذلك تقومون بمعارك؟ الحمد لله، المعارك مستمرة، ونقول لبشار جايينك جايينك بإذن الله. نعم. لو سمحت لي أن أعقب عنك على كلام الأخ أبو علاء، يعني كانت معركة الأصفر في رأس العين. نعم. وكنا من المشاركين الأساسيين في هذه المعركة، عانينا كثيرا من نقص الذخيرة ومن السلاح النوعي، يعني كنا فقط بهذه القناصات والبندقيات الآلية ورشاش وقاذف، وقد يعني شبه وصرنا عند التحامنا ولم يبقى بيننا وبينهم سوى حائط، واستخدموا كل أنواع الأسلحة من طيران حربي ومن مروحي ومن مدفعية، وكانت هذه الأسلحة الخفيفة نقاومهم بها، ومع يعني حتى وصلت إلى استنفذنا كامل الذخيرة ولم يكن هناك دعم. هذه مشكلة أساسية نعاني منها في الكتيبة، يعني سواء في حلب أو في منبل أو في هذه سرية الدعمال هنا. الناحية الأخرى كان لدينا نقص شديد في المعدات الطبية والعاملين بهذا المجال، يعني كان عندنا ثلاث إصابات خطيرة كانت تحتاج لإسعافات أولية قبل الوصول إلى المشفى الميداني، فكنا نعاني من هذا يعني من الكوادر الطبية والمعدات الطبية. تقريبا أنتم طوار الخنادق وأنتم ماذا توجهون رسالة للإئتلاف الموحد، وما هو موقفكم من الإئتلاف الموحد؟ أولا نحيي يعني أي خطوة يقوم بها السياسيين في الخارج رغم الأخطاء يعني والمآخذ عليهم، حيث يعني لا مقارنة بين كما قلت الثوار الخنادق وثوار الفنادق. نحن لسنا يعني في موقف نشنع على فلان موقفه، هو كل يعمل يعني حسب استطاعته، والآن هذا المجلس الائتلاف الذي يجمع كافة أطياف المعارضة نحن نحييه ونأخذ على يده، وبخاصة أستاذنا الكبير صاحب التاريخ الأبيض الناصع الأستاذ معاذ الخطيب، حيث كنت يعني كنت من سكان دمشق أنا في لمدة أكثر من 13 سنة، وأعرف تاريخه وأعرف نشاطاته، فهو إنسان ذو تاريخ جيد يلتف حوله أظن معظم السوريين الشرفاء. في النهاية أخي البراء، ما هي رسالتكم؟ رسالتكم إلى العالم بأجمع، خذلكم القريب والبعيد. والله نحن كل من الشباب. نعم. المؤمن. نعم. ما استطعنا القعود في بيوتنا عندما رأينا تجبر هذا الطاغية. نعم. وإقدامه على ظلم إخواننا، فخرجنا. أول ما خروجنا كان سلميا، ولكن مع تطور الأوضاع وإمعانه في الظلم والاستبداد ما استطعنا إلا أن نرجع إلى السلاح. لكن نوجه هذه الرسالة إلى العالم
أننا ما أردنا الخروج على هذا الظالم من أجل القتال، إنما هو لدفع الظلم عنا وعن نسائنا وعن أولادنا. فالذين ينادون بحقوق الإنسان وبحرية الإنسان الآن هم أمام المحك. نعم. أنتم خرجتم لإعلاء كلمة لا إله إلا الله. نعم. عالية. كل شيء. نعم. والتوجهكم إسلامي. نعم. دفع الظلم هو إعلاء كلمة الله. لا إله إلا الله. توجهنا هو إسلامي وسطي محب متعاون مع جميع الأطياف. نعم. أخي الكريم، باسمي وباسم قناة السور الحر نشكر كثير العاديات على هذا الاستقبال وعلى هذه المشاركة الكريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير! تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر!